إذا قالت أحبك فهي تعنيها، عكسنا نحن الرجال، نحن نقولها أحيانا لأمر من أمور الدنيا، لكن المرأة إذا قالت أحبك ما تكذب، تكذب في أي شيء إلا في هذه الكلمة. حنا الرجال فينا من يحب الصدق، وفينا من قتله الحب، لكن مهما فعلنا لن نصل إلى صدق النساء، وراح أقول لك ليش. حنا الرجال بطبيعتنا إذا أردنا أن